الاب الآن اللي بتقول احب اعزائكم. بصراحه وبتعجبني جدا، لان انا يعني ساعتها ما بقاش عندي مبرر ان انا قاتل، ما فيش مشكله خالص ان انا اتراجع واسيب السيتويشن نفسه او الخناقه واروح اي مشكله ثانيه، ما فيش اي مشكله خالص. يعني الايه دي بحس ان هي جايه لي زي ما بيقولوا ايه، حته من الملعب بتاعي. الفطره رايي ان الموضوع ان هم يعني ما فيش تطبيق نظري، بس هي الفطره كل ما الواحد بيكون في فتره قريب من ربنا هو بيطبقها فطريا. هو ربنا مش قال عشان تطبق نظريه، هو انا رايي يعني هي القرب من ربنا هو اللي بيخلي الفطره السليمه او الفطره النقيه تقدر تتقبل دوت وتنفذ ده من غير كلام نظري. يعني ممكن اكون بطبقها، بس مش معنى ان انا احب اعدائي يبقى ان انا متقبله تصرفاتهم. يعني انا ممكن احب اعدائي لكن تصرفاتهم بتضايقني جدا، يعني مش معنى كده ان انا بكرههم او معنى كده ان انا ما بحبهمش، بس مش معنى كده برضه ان انا ما بفضلهمش. يعني فاهمة؟ ممكن اكون بحبهم بس ما بحبش تصرفاتهم. بس مفيش كلمه الكره في مفهومي، مش هضحك عليك يعني. ساعات بيبقى فيه، بصي هو انا مش بحاول اوصل لمرحله ان انا اكره حد، بس بوصل لمرحله ان هو خلاص بقى يعني ستوب، يعني مش لازم ان هو ان انا افكر في حد او مثلا اتعامل معاه او كده، عشان انا ما بحبش اكره حد. بس في ناس بتضطر، يعني خليك انت مضطره ان انت تعملي كده. بصي احب وعدكم دي فضيله، يعني يمكن اعلى الفضائل اللي ممكن الانسان يوصل لها. يعني في اديان كتيره ممكن تدعو للمحبة العادية، لكن أكتر حاجة بتخلي المسيحية ديانة سامية وأكيد إنها من ربنا إن هي أحب أعدائها، فدي حاجة إحنا ممكن نعيش عمرنا كله عشان نوصل لها. طب بتحب الإخوان؟ أنا بحبهم، يعني أصحابي الإخوان بحبهم، الناس اللي ما أعرفهمش مش مكون من اتجاههم مشاعر، اللي عارفهم باراء مختلفه ضد اراء، وانا عامه ضد فكر الاخوان كفكر، لكن كاشخاص انا ليا اصحاب وبحبهم. لا خالص. هو انا مش بكرههم عشان مثلا دين او تعصب او كده، بس هما طريقتهم بتخليك ان انت تحاولي تتجنبي. بص انا في الاول ما كنتش بفكر في القصه دي قوي، بس انا صعقت قاعد مره مع اب اعترافي بكلمه على حتة المحبة والكلام ده، لقيته سألني سؤال غريب قوي، أو مش عن المحبة كمان، بكلمه على حتة الشكر، شكر ربنا، فسألني سؤال غريب جدا، قال لي شكرت ربنا على الإخوان أو على مرسي؟ قلت له نعم. قال لي شكرت ربنا على مرسي؟ قلت له أكيد لأ. قال لي ما أنت لسه ما تعرفش يعني إيه تشكر ربنا. فهي يعني هو بس هو ما كانش طالب مني إن أنا أحبهم، لكن أنا يعني حاسس إنها يعني حاجة عطية من ربنا وبنشكر. فأنا بصراحة ما فكرتش، يعني أنا ما كرهتهمش ومش هلحقهم، انا حاسس ان هم اصلا الاخوان هي مرحله انتقاليه لحاجه ثانيه مش عارفينها، لكن انا دلوقتي لسه موقف مشاعري ناحيه الجزء. انا زي ما قلت لك انا ما بكرهش، بس ما بحبش تصرفاتهم، يعني ما بحبش تصرفاتهم، ما بحبش طريقتهم، لكن ما بكرهش. بتقدر تفرق بين المحبه الحقيقيه والمحبه الظاهريه ولا لا؟ هي طبعا في الاول ما بتبانش، بس مع الوقت يبتدي يبان ان كان مثلا مصلحه اتأدت وخلصت، هيبان ان كان الشخص ده هيرجع تاني عشان هو يعني عايزني لشخصي ولا عايزني لمصلحه تانيه. فاظن ممكن التفريق بينها سهل، بس مش في البدايه، بعدها بفتره شويه بتبتدي نفاق. قصدك نفاق يعني المحبه والنفاق؟ بصي هو لو المحبه، لو حد معايا على طول ممكن ولقيته فجاه بينافقني، يعني ممكن افهم ان هو ان دي كده بتحولي لمحبه ظاهريه، لكن لو عادي سلامات وكده وحد عامل نفسه ان هو بيحبني وهو ما بيحبنيش مش هاخد بالي قوي. بمناسبة الحب، حابة ان انت تكوني بنت كاهن ولا لا؟ لا عيوبهم ومميزاتهم. عيوبه طبعا ان احنا في بلد متعصبة جدا، فتضايقي طبعا لما تشوفي الناس متعصبة بزيادة على يعني باباك يعني او كده، مثلا ممكن تمشي تلاقي تصرف مش يعجبك، فدي حاجة بتضايقك جدا يعني، فليها دي عيوبها. بالنسبه للمميزات طبعا كفايه ان انت تبقي ليكي مكانه، يعني او هي مش مكانه بس ايه، يعني انا اصلا يعني ما بحبش حد يعرف ان انا بنت كده، دي حاجه ما بحبهاش، عشان طبعا بيعظموكي وبيدوكي اكتر من وضعك، بس انا ما بحبش كده خالص. انا بحب الناس تعرفني انا،
فدي ممكن تعتبريها برضو من العيوب، بس من مميزاتها ان انت اكيد طبعا بتقربي من الكنيسه اكتر. اكيد بنت كاهن في حاجات تقدري تعمليها وحاجات ما تعمليهاش، يعني في حاجات ممنوعه او في حاجات يعني زي ما تقولي مباحه للناس مش مباحه ليكي، دي بتبقى ميزه لان هتخليكي يعني ليكي يعني اللي هو يعني تبقي كويسه اكتر او تقربي من ربنا اكتر. فدي لما بكون مبسوطه قوي، او عاده مش لما بكون مبسوطه يعني اكيد طبعا بحب ربنا كده، بس ساعات كتير قوي ببقى نفسي او محتاجه ان انا اتكلم معايا، او لما ببقى متضايقه بتكلم معايا، ولما ببقى مبسوطه طبعا بتكلم معايا. قلت له خليني احس ان انا بنتك، يعني قربني منك اكتر، وحس خليني احس يعني انت فعلا بتحبني قوي. احيانا مش مطلوب ان الواحد او مش مفروض ان هو يطلع كل اللي جواه، دايما لازم الواحد يبقى في حاجات كده هو سايبها لجوه يحتفظ بيها لهدف معين او لسبب معين، واحيانا قد يضر اكتر ما يفيد ان انا اقول اللي قدامي خد بالك انا بحبك، خد بالك انا مهتم بيك. فالافضل ان انا اداني واخد حاجز لغايه ما انتظر الوقت المناسب وابتدي اعبر له عن حبي ليه او مشاعري. عاده مش بحب اخبي مشاعري، بس لو في حد او حد هخبي عنه مشاعري يعني عشان انا شايفه ان الحد ده ممكن ما يكونش يعني هيستاهل ان انا يعني مثلا في حد انا عايزه اقول لحد بحبك او كده، انا شايفه الحد ده ما يستاهلش مثلا، انا شايفه الحد ده ممكن ما يكونش بيحبني زي ما انا بحب الحد ده، فيعني مش عارفه. حد ما يستاهلش قدامي ان انا ابين له مشاعري، انا بحب كل الناس ما بحبش اكره، بس ممكن يكون حد فعلا ما يستاهلش ان انا ابين المشاعر دي، فانا افضل احتفظ بيها لنفسي عشان ما انظرش في نظر يعني ما انزلش في نظر الحد ده او يستهتر بيا. ايه علشان في ناس ما بتفهمش يعني ايه محبه او يعني ما تقدرهاش، فكده يعني ممكن ما اقدرش اقولهم. علشان احنا مجتمع فيه مشاكل نفسيه كتير، عندنا الناس ما بتتكسفش خالص تقول بكره فلان وش قدام كل الناس، لكن ممكن ناس تتكسف تقول انا بحب فلان، وخاصه لما بتكون العلاقه بين ولد وبنت. فالناس بتتكسف تقول انا بحب اوقات، او بتشوف ان ده اوقات بيبقى ضعف، او ان لازم اللي قدامي هو اللي يبادرني بالمشاعر، لكن احنا في مجتمع بيتفاخر بكرهه لشخص او بيتفاخر بكرهه لجماعه. فهي الفكره كده ان انا رايي ان بس المجتمع مريض، لكن الواحد يخبي مشاعره هو مش من مصلحته، هو حر يخبي. سواء الانسان بيستريح لما يقول ان انا بحب، ان انا معجب، ان انا زعلان من حاجه، وهو حر، هو عايز يحافظ على نفسه بطريقه سليمه اكتر، يصارح بمشاعره او يخلي دايما فيه. هديك اربع اختيارات واختار ما بينهم. بصراحه قلت لمين قبل كده بحبك؟ حبيبتك ولا صاحبك ولا ربنا ولا ما قلتش لحد خالص؟ اربع اختيارات. قلت لمين بحبك قبل كده بصراحه؟ حبيبتك ولا صاحبك ولا ربنا ولا ما قلتش خالص؟ خلينا في ربنا. اكيد قلت الناس كتير يعني، قلت لاصحابي وقلت لربنا. تحب كنتاكي ولا ماكدونالدز ولا البط والحاجات الفظيعه؟ البط بلبع بلبع. لا بلبع وتعالي.